كان رفيقا رقيقا عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. يتقاطر عليه الصلاة والسلام رحمة ومحبة بأصحابه، يبحث عن وسيلة الرفق. فإذا جاء الإنسان بطبيعته شيء آخر يكون استثناء، لكن ما يكون الأصل فينا هو التسلط، خاصة في الشأن الديني. لا يناسب أن يكون الداعية يلقي وفي شعوره هو أنه أفضل من الناس، هذا يمحق بركة الكلام. لابد أنه يلقي وفي شعوره أنه هو أول المخاطبين بما يقول من الحق، ويوطن نفسه على ذلك. والإمام في مهمته، الخطيب كذلك، والشعور هذا يوجد في الطبيعة البشرية، ولا يؤخذ أنه يعني موجود في القطاعات الدينية. لا، احنا نعالج مسألة عامة في الإنسان، في الإنسان. ولذلك النجاح مرتبط بكيف تكون العلاقة بيننا علاقة محبة واحترام، ويكون ما عداها استثناء يعالج بالاعتذار، يعالج بردم الهوة، يعالج بالقرب، يعالج استثناء، لأنه خلاف الأصل الذي نمشي عليه.